رجوع مسرحية قهوة سادة بعد 10 سنين، وأنا ما أحبش أبدا أستهون أو أقلل من شأن هذه الأحداث دي، بالنسبة لي حدث مهم جدا ولازم نفكر فيه بعمق. رجوع مسرحيات من هذا النوع، قهوة سادة، المخرج الكبير خالد جلال المبدع اللي يعني طلع منها فنانين لحد يعني دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله، يعني جمال جدا وكل واحد ليه شخصية وكل واحد ليه اسلوب. رجوع مثل هذا النوع من الفن وعشر سنين على قهوة سادة، يعني بداية يعني كل الامنيات الطيبة للفنان والاعلامي محمد نشأت، لانه عمل حادثة امبارح بس الحمد لله يعني الف سلامة عليه، ربنا نجاه، احد ابطال العرض المهمين. 2008 انا حضرت عرض سادة، قهوة سادة، وكان في الاوبرا في الهناجر، وكان كل دول ما كانوش نجوم، كانوا نتاج ورشة خالد جلال. خالد جلال اللي انا بعتبره وزارة ثقافة مستقلة، بعتبره مبدع حقيقي، بعتبره يعيد تأطير الفن المصري من جديد زي تجارب مسرح التلفزيون زمان. بعد 10 سنين هي الفلسفة في ايه في الرجوع؟ انه العرض راجع يومين بس مين اللي بيعرض؟ الناس اللي عرضت من 8 سنين وكانوا مجرد شباب بيحب الفن ومش عارف هو هيعمل ايه، يعني في منتهى السعادة للرجوع على فكرة. بس عايز اقول كمان انه فكرة انه كلهم راجعين، فكرة انه كلهم بلا مقابل، فكرة انه كلهم حرص على ان يعرضوا، وعرضوا في الحقيقة، وكان كل المشاركين في المسرح التجريبي ضيوف مصر كانوا حاضرين، كانت السيدة وزيرة الثقافة والسيدة وزيرة السياحة كانوا موجودين. السيدة طبعا حضور وزيرة الثقافة ودكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، دي برضو نقط ما ينفعش ان احنا نعديها كده، يعني صحيح. العظيمة جدا طبعا، يعني ستنا ويعني استاذتنا والكبيرة سميحة ايوب كانت حاضرة، ملكة المسرح. الفكرة في قهوة سادة انه ده عرض للوطن، يعني خلينا اقول ان كل عروض جلال والفكرة بتاعت مركز الابداع هي عروض للوطن، هو فن يليق بهذا الوطن، فن يلعب على مشاكل الوطن الحقيقية ويطرح حلولا دائما. وخلينا أقول بيقدم ناس في الحقيقة نجوم حقيقية تقدر تنافس، ويمكن ده كان أحد الأهداف أنه العرض رجع، فرجعت الناس وهي نجوم، يعني حتى ده اختلف في المتلقي، يعني أنا بالنسبة لي حسيت أن أنا بشوف عرض تاني، لأنه كلهم ما شاء الله بقوا نجوم في المجالات المختلفة للفن، ومنهم مثلا 2 أو 3 قدموا بقوا زملاء في الإعلام إلى جانب الفن. وخلينا اقول ان عرض سادة كان يطلب، وبيطلب لان هو في الحقيقة ده العمود الفقري، متاخد هو من العمود الفقري للفن المصري الحقيقي، بعيدا عن الهوجة اللي اتعملت في السنوات الماضية، اللي انا في تقديري انها لا تعبر عن هذا الشعب الطيب المحترم اللي ممكن يبني وممكن يعمل حاجات كتيرة جدا، لكن هذا المسرح هو مسرح حقيقي محترم. وعايز اقول انه ده بان قوي في الطوابير اللي كانت موجودة خارج المسرح القومي، يعني لما تلاقي الناس صفوف من برا المسرح الى ميدان العتبة، ده في الحقيقة يقول انه كمان الناس محترمة، وانا لدينا شعب محترم ولدينا متلقي واعي وفاهم كويس قوي وبيفرز ما بين الغث والسمين. لكن كمان في نفس الوقت في الحقيقة عايز اشير الى تجربة اخرى انا في تقدير انها تجربة برضو مهمة جدا، وعايز اقول انه الفعل الثقافي في عهد دكتورة ايناس عبد الدايم اصبح مختلفا. التجربة دي اسمها ابدأ حلمك. ابدأ حلمك دي قرار لمسرح الشباب، الأستاذ الفنان عادل حسان والزميل العزيز المخرج أحمد طه، وكانت الفكرة انه دايما بتوع الثقافة الموظفين هم اللي بيشتغلوا في عروض الثقافة، لكن كان القرار انه احنا هنعمل تجربة شبابية. هذه التجربة الشبابية هتبقى مبنية على انه يبقى في كاستنج كبير جدا، يعني يفرزوا من 5000 بني ادم، هيطلعوا مجموعة، هذه المجموعة هيشتغلوا عليها ثم تقدم عروض. نفس التجربة في الحقيقة التي فتحت الباب للجميع هي تجربة الأستاذ الكبير خالد جلال. تمام. وانتهت القصة بعرضين مهمين جدا بيتعملوا في على مصر، المسرح الثقافي بالجيزة، لكن الفكرة في ايه؟ كانوا ممكن يعرضوا في مسرح تاني، بس الفكرة فلسفة القائمين على العروض ان هو هيروح للناس، علشان كده المشهد داخل المسرح مختلف، هنلاقي ناس ملتحين، هنلاقي الراجل بتاع دار الايتام اللي تبع الجمعية الاسلامية القريبة من المسرح خد الولاد وراح، هنلاقي منقبات بيحضروا العرض، هنلاقي المصريون العاديون داخل المسرح، وده مجانا. الفكرة هنا في ايه؟ انه فتح بابا، يعني انا
يعني خلينا اقول انه في تجربه مثلا لكل حد من الولاد اللي بيعرض او من الشباب الفنانين اللي بيعرض له حكايه. في ناس جايه من الفيوم وبتعرض، في ناس من المنوفيه بتعرض، في ناس بتيجي يوميا من بني سويف ومعظمهم وفيهم ناس موظفين، وفيهم زميلنا طبعا الشاعر الكبير محمود رضوان ودي تجربه تمثيل ليه. فالفكره هنا ان هو بياخد الولاد بدل ما يروحوا يمين ولا يروحوا شمال في المناطق دي، علشان انا بقدم لهم النافذه الثقافيه اللي هو يفرغ فيها الطاقه بتاعته، وفي النهايه برضه بيعمل عمل ابداعي وبيقدم لي منتج في الحقيقه. وانا فخور ان انا شفت العرضين في الحقيقه، والعرضين عايز اقول كل حد في العرضين ينفع يبقى ممثل بطل ونجم كبير، وفي تقدير انه خلال السنوات القليله القادمه هؤلاء النجوم هيتحولوا او هؤلاء الشباب هيتحولوا لنجوم. لكن الاهم كمان انه وزيره الثقافه الفكره، فكره الاختراق الدوائر التي لم تخترق، فكره ان احنا نبقى موجودين وسط هذه الاوساط، عممت التجربه واصبحت ستنفذ خلال الفتره القادمه في محافظات الجمهوريه. طيب انا هنا عندي حاجتين. اولا نتائج، اول نتيجه، النتيجه اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي اللي هي يعني مكافحه استقطاب الشباب في حاجه تكون مشينه او مش كويسه او ارهاب او بلطجه او اي فكر منحرف عن طريق الفن، والفن سلاح قوي جدا جدا وقوة ناعمة مؤثرة جدا جدا، تقدر ان هي يعني تحارب او جنبا الى جنب مع كل من يحارب الارهاب. الحاجة التانية الذوق، محدش بقى بعد كل اللي احنا شفناه والطوابير على قهوة سادة وعلى ابدأ حلمك يقول لس الناس عايزة كده لما نعرض حاجة مش كويسة. لا، الناس مش عايزة كده ولا عمرها كانت عايزة كده. يعني الناس بتعرف دلوقتي تختار ما بين الفن المحترم الراقي وما بين الفن التاني، وانا اعتقد يعني ان حتى لو دخلنا الانواع التانية من الفنون هو بيبقى يعني فضول او بنشوف الظاهرة دي عاملة ازاي وكسر الريتم، انما ما حدش يجي يقول لس الناس ذوقها بقى كده. اللي بيحصل هنا ده خصوصا في مسرحيات زي قهوة سادة، لا بيثبت ان لا الناس ذوقها مش كده ولا حاجه، والنظريه دي غلط، ودي نظريه يعني معلش ايه هزيله جدا ان احنا نتهم بيها الشعب المصري. الشاهد الرئيسي ان معظم الطوابير دي شباب، لان الشباب دايما هو اللي يقولي بقى التهم. الشباب هم اللي ذوقهم، وكفايه اتهامات للشباب بالطريقه دي.